خلال زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن، ترأس غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن مؤتمر الأماكن المسيحية المقدسة في الشرق الأوسط، شارك به نواب ومسؤولون وقادة المجتمع المدني في أمريكا، حيث سلط البطريرك ثيوفيلوس الضوء على المخاطر المحدقة بالوجود المسيحي في مدينة القدس، داعياً الحضور للعمل معاً لإفشال المخططات الإسرائيلية في الاستيلاء على العقارات المسيحية في باب الخليل، والتي تشكل المدخل الرئيس للحي المسيحي في القدس وطريق وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة وباقي الكنائس في البلدة القديمة، لافتاً غبطته إلى أن بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية لن توفر جهداً بالتعاون مع باقي الكنائس لإنقاذ هذه العقارات، وأن البطريركية ستذهب إلى أبعد الحدود من أجل الحفاظ عليها. وكان غبطته قد وضع من قبل وزراء خارجية العالم في صورة التطورات فيما يخص عقارات باب الخليل، مطالباً إياهم بالضغط على الحكومة الإسرائيلية في هذا الملف الذي يشكل خطراً وجودياً على المسيحيين في مدينة القدس.